دعونا نذهب مباشرة مشاهدينا الكرام من القاهرة إلى واشنطن مع مراسلنا والزميل كريم يسري، يطلعنا على آخر التطورات. كريم، تفضل، إليك الكلمة. شكرا لك لما. بالفعل نقاط هامة يعني عرضتيها لمشاهدينا في يوم تنصيب الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي 46. شرفنا أن نحاور الآن السيدة كنانة الشريف وهي الصحفية المختصة بالشأن الأمريكي. تأكيد رحب بك معنا الشيخ أكسيني. لو تحدثنا بداية عن ماذا يتوقعه الشارع الأمريكي من جو بايدن في أيامه الأولى، كيف ترين ردود الفعل بالنسبة للمجتمع الأمريكي بعد أن يعني بالفعل تبوأ أصبح جو بايدن هو الرئيس الفعلي الحالي للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني الآن المتوقع من أنصار بايدن ومصوتي لبايدن أن يقوم بتنفيذ وعوده الانتخابية التي تحدث عنها. هذا هو الآن المنتظر من الرئيس بايدن ومن إدارته الجديدة، خاصة الأمور التي لم يكن معني بها مثلا ترامب أو إدارته السابقة. بينما مناصرو ترامب وهم عدد ليس بالقليل حوالي 74 مليون ينتظرون إحقاق هذه الإدارة وعدم أن تفي بوعودها. أهم تلك الوعود من وجهة نظرك؟ أهم تلك الوعود طبعا اليوم تحدث عنها بايدن وبدأ بإلغاء القرارات التي اتخذها ترامب، منها هي حظر سفر العديد من الدول واتهمها بالإرهاب وبانتماءات للدول الإسلامية، وأيضا العودة لاتفاق باريس للمناخ، أيضا تعليق بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وأيضا هناك مهم يعني أمر مهم جدا تحدث عنه بايدن وكاميلا هاريس وهي الأطفال الذين كانوا على الحدود الجنوبية دون أسرهم، الذين تم فصلهم عن أسرهم، كيف سيكون التصرف معه. أيضا هناك حديث عن موضوع مهم جدا أن بايدن سيقوم بإعطاء الجنسية لحوالي يعني 11 مليون متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يملكون وضع قانوني هنا. فإذا هذه هي وعود تعتبر يعني هناك وعد آخر. لو تحدثنا كنانة عن وعد بايدن بأنه سيتم صرف الحزمة الثالثة لمساعدات كورونا المقدرة بتريليون و900 مليار، هل تتوقعين أن يمرر ذلك سريعا في الكونغرس الأمريكي، خاصة أن الكونغرس أصبح أغلبية ديمقراطية؟ نعم، الكونغرس الأمريكي أصبح أغلبية ديمقراطية الآن، ولكن اقتصاد البلاد يعني هناك يعني يجب النظر إلى اقتصاد البلاد. هل فعلا ستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية صرف هذه المعونة في هذا الوقت خلال المئة يوم الأولى؟ المئة يوم الأولى هي يعني المئة يوم الحرجة للرئيس بتنفيذ وعوده لإثبات ما تحدث عنه خلال حملته الانتخابية، ولكن وعد بايدن وكاميلا هاريس بأنهم سيلتفتون لهذا الموضوع بشكل جدي، وخاصة موضوع كورونا وكيف سيتم القضاء على كورونا وكيف سيتم ترميم الوضع الحالي المنهار في الولايات المتحدة الأمريكية. من الصعب التوقع أنه سيكون هناك حزمة ثالثة سريعة، ولكن قد يكون، ولكن يجب العودة هنا لخبراء الاقتصاد في الإدارة الأمريكية الجديدة وكيف ستتحمل هذا العبء الكبير. تحدثت عن ترميم الوضع الاقتصادي، لأن يعني بالتأكيد الاقتصاد الأمريكي عانى كثيرا على مدار هذا العام بسبب جائحة كورونا. ماذا عن وضع المجتمع الأمريكي والانقسام الذي حدث فيه بالفعل على مدار هذا العام، خاصة وقت الانتخابات، مؤيد ترامب من جهة ومؤيد الحزب الديمقراطي وجو بايدن من أعداء دونالد ترامب من جهة أخرى، كيف سيتعامل جو بايدن مع هذا الملف الذي أعتقد أنه من أبرز الملفات الشائكة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أتوقع أن على الرئيس الآن جو بايدن أن يقوم باتخاذ إجراءات قانونية، يعني من وجهة نظري ومن وجهة نظر أيضا السياسيين الذين انتبهوا واللي أصبح جليا انقسام المجتمع الأمريكي والذي طفى على السطح في عهد الرئيس ترامب، أن يكون إجراء قانوني لأي حدث عنصري يتم بقسوة، يعني الكلام والحديث الذي بالطبع يعني سيتحدثون عن هذا الموضوع وأبرزهم من رجال الشرطة بالتأكيد. نعم، وأبرزهم من رجال الشرطة والتعامل، يعني كان هناك الحديث أننا نريد أن لا نقوم بتمويل جهاز الشرطة، طبعا هذا غير ممكن، جهاز الشرطة تحتاج له الدولة، ولكن يجب تدريب عناصر الشرطة ليكون في هذه العنصرية، وأيضا الشعب هناك ولايات يعني ومقاطعات
هي تتسم بالعنصرية ويعني التباهي بتفوق العرق الأبيض، خاصة الولايات الجنوبية، الولايات الجنوبية وهي يعني ومعظمهم من مؤيدي ترامب. فهذه جائحة العنصرية التي طفت على سقف الولايات المتحدة الأمريكية لابد من وضع قانوني لها، إما بالتغريم أو بالسجن لفترة قصيرة، وأيضا يجب التشديد عليها في المدارس وفي الجامعات وفي كل الأماكن التي بها تجمعات، خاصة الآن في عصر كورونا اللي يسميه بين الهلالين. الناس منعزلة تماما عن بعضها، والعمل من المنزل والدراسة من المنزل وكل شيء من المنزل، يجب أن تكون هناك تدابير يعني جدية وقاسية بخصوص موضوع الانقسام العنصري كما في أوروبا مثلا. كل العيون الآن على جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يجب إقفال ردود فعل ترامب. هل تتوقعين أنه خلال المرحلة القادمة إن لم يتم إدانة ترامب بمجلس الشيوخ وسحب الثقة أو منعه من الترشح مرة أخرى عام 2024، هل تتوقعين أنه بالفعل دونالد ترامب سيتجه لتأسيس حزب خاص به والترشح مرة أخرى مستعينا ب 74 مليونا من مؤيديه؟ يعني من المتوقع من ترامب الذي دائما يفاجئنا بردود فعله الغير متوقعة أن يقوم بذلك، ولكنه لن يخسر الحزب الجمهوري. بتوقعاته من الصعب أن يقوم بخسارة الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري الآن ما تبقى منه، اليوم شاهدنا أن مايك بينس نائب ترامب الذي هو الوجه الأبرز للحزب الجمهوري، وهو الوجه الأبرز الآن، حاول يعني وما قام به يعني بحضور التنصيب، وقبل ذلك بالرغم أنه وقع على عدم إدانة ترامب، ولكنه يتصرف بطريقة يراها السياسيون والمحللون أنها فيها احترام للدستور الأمريكي وفيها احترام للحزب الجمهوري، وهي بروتوكولات كما تفضل يجب أن تكون موجودة، وهذا ما يتباهى به الحزب الجمهوري ويتباهى به الأمريكيون. فالآن هنالك عودة مهمة لترميم الحزب الجمهوري. إذا قام ترامب بذلك فهو قد خسر تأييد الحزب الجمهوري، وهذا الحزب لن ينجح. الحزب الخاص بترامب قد لن ينجح بشكل مؤكد. لن ينجح، هو حزب شعبوي سيكون يعني تابع لخطاب ترامب الشعبوي، وهذا لن تسمح له الولايات المتحدة بالاستمرار ولا شكل من الولايات. أشكرك، كنت معنا على الهواء مباشرة. شكرا لك. لما كما تابعتي معنا على الهواء مباشرة من واشنطن، ما زلنا نرصد الأجواء داخل الشوارع هنا بواشنطن وسط الإجراءات الأمنية المشددة للغاية، وجود 25 من عناصر الحرس الوطني بالإضافة إلى 10,000 من قوات إنفاذ القانون بالنسبة للقوات الشرطية التابعة للعاصمة واشنطن أو القوات الشرطية التي جاءت من الولايات القريبة كماريلاند أو فيرجينيا. توجه بالفعل أو اتجه بالفعل جو بايدن لأرلينغتون أو المقابر الوطنية بأرلينغتون، وضع أكليل الزهور بصحبة عدد من الرؤساء السابقين، ومن المفترض في 3:30 بتوقيت واشنطن أن يدخل جو بايدن الرئيس 46 إلى البيت الأبيض بصحبة أو بتحية عسكرية من وزارة الدفاع الأمريكية. الآن نعود إليك مرة أخرى كريم، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وأكيد لنا عودة معك في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا شكر موصول لضيفتك الكريمة أستاذة كنانة شريف الكاتبة الصحفية، كريم يسري زميل ومراسلنا من واشنطن.